بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم الأحد 16 فيفري، غدا الاثنين. بارك الله فيكم أساتذة التعليم الابتدائي، أو كلمة إلى كل أستاذ ومعلم في التعليم الابتدائي. غدا الاثنين 17 إضراب وطني زائد مسيرة وطنية في الجزائر العاصمة. لذلك كل أستاذ الذين لم يضربوا من قبل، اللي عمره ما دار إضراب، ما دارش من قبل مثلا في أكتوبر ولا في نوفمبر ولا في ديسمبر ولا الأيام السابقة، ما دارش إضراب ولا دار وتراجع، المهم هذه قناعة، هذه قناعات وهذه حرية شخصية. لكن غدا مرفوض، مرفوض تماما، مش معقول تماما أنه زملائكم وأساتذة مثلكم يديروا مسيرة في الجزائر العاصمة ويتكلموا عليكم ويرفعوا مطالبكم وانتم تدخلوا تقروا. لذلك غدا بارك الله فيكم نريد الحصول على أعلى نسبة إضراب، عاونونا بيوم الاثنين غدا 17 فيفري. مرفوض، مرفوض أي أستاذ غدا يدخل يقري، لأنه حنا رانا نتكلموا عليكم والمطالب تمسنا جميعا. لذلك من فات، كما قال بعض الأساتذة، من فاته شرف الإضراب في أكتوبر ونوفمبر والأيام السابقة فلا يفوته شرف أن يكون غدا مضرب. بالعكس، من المفروض يجي يشارك معنا في المسيرة الوطنية في الجزائر العاصمة، سواء كان أستاذ أو أستاذة. اللي يقول لي من الزوجة ولا عندي ولادي، جيبي زوجك وروحي. كاين أستاذات راهم جايبين أزواجهم وأولادهم وجايين معنا في المسيرة. عندكم أولاد، كاين أولياء التلاميذ راهم جايين من أجل المطالب، من أجل تغيير البرامج. لذلك كل أستاذ وكل معلم من المفروض يجي يشارك معنا في المسيرة الوطنية اللي راح نتكلموا عليها على كل أستاذ. احنا ما جايين نتكلموا على أرواحنا ولا مطالب تخصنا، وقت تخص كل أستاذ وكل معلم في الابتدائي. ناس كاين اللي يقول لك أشخاص في التنسيقية ما مش عاجبيني وما تفهمتوش، هذا يحذي حجة واهية وما تتحججش بحجج ما كاش منها. ما مش عاجبينك أشخاص، ما ناش دايرين مسيرة ولا إضراب من أجل الأشخاص، رانا دايرينه من أجل الأوضاع والأحوال المزرية اللي راه عايشها الأستاذ. رانا دايرين المسيرة والإضراب من أجل المطالب، لذلك لا تتحجج بحجج واهية. كل أستاذ وكل معلم من المفروض يجي يشارك معنا في المسيرة الوطنية اللي حنديروها غدا الاثنين 17 فيفري. الناس قلعت البارح في الليل، ناس تاع الصحراء أدرار وتندوف قلعوا حافلات البارح في الليل. ناس راهم تكلموا قالوا بلي راهم جايين حافلات. حنا مثلا عين دفلة ما على باليش الأساتذة تاع عين دفلة تاعنا كيفاه، درنا إضراب 3 أيام ما داروا، درنا يوم ما داروا، درنا مقبل لما كان الإضراب 60% كانوا بعضهم يديروا بعضهم ما يديروش. لذلك أساتذة التعليم الابتدائي في ولاية عين دفلة، خاصة المناطق اللي ما داروش إضراب، عين دفلة سونتر، خميس سونتر، هنا مليانة في السونتر، مثلا جندل في السونتر، بارك الله فيكم ما تخذلوناش. مش من المفروض، مرفوض 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 أنه غدوة حنا نديروا مسيرة ونتكلموا عليكم ونرفعوا المطالب ونضيعوا أوقاتنا ونضيعوا أموالنا ونروحوا نشاركوا باش نتكلموا عليكم وانتم ما تدخلوا تقروا. بارك الله فيكم، من قبل ما درتوش كل واحد حر، لكن غدا نريد الحصول على أعلى نسبة إضراب. بارك الله فيكم، أقل شيء ما تجيش تدير معنا المسيرة، معليش أقل شيء ما تدخلش تقري، ما تديرش إضراب غدا، ما تدخلش تقري غدا، دير إضراب وما تدخلش تقري باش نرفعوا أعلى نسبة. إذا كان نسبة الإضراب مرتفعة وشلينا جميع المدارس زائد مسيرة وطنية في الجزائر، راح نجيبوا نتيجة إن شاء الله عز وجل في أقرب وقت. لذلك بارك الله فيكم ما تخذلوناش، يوم واحد ما راح يدير والو. إذا خصموا لك قاع يخصموا لنا كامل 100,000 ما تدي والو. شاركونا غدوة وعاونونا بيوم الإضراب غدا، واللي يقدر يجي يشارك معنا في المسيرة. كل أستاذ في التعليم الابتدائي أنت مطالب بالإضراب غدا الاثنين 17 فيفري والمشاركة في المسيرة الوطنية. بارك الله فيكم، ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. اللي ما دارش إضراب مقبل وما شاركش معنا يا سيدي معليش خاوتنا وما كاش مشكل، لكن غدا الاثنين 17 مرفوض، مرفوض. ويصح نقولوا أن كل أستاذ يخدم غدوة خائن، خائن للقطاع وخائن لأساتذة التعليم الابتدائي، ولا لا يحمل أي حس ولا أي مسؤولية تجاه التربية والتعليم. احنا لا ليس لنا أي مصالح وليس لنا أي أغراض سياسية ولا نريد أي شيء، نريد تحسين الأوضاع، نريد تغيير البرامج والمناهج، نريد تخفيض الحجم الساعي، نريد رفع الراتب، نريد تحسين ظروف معيشة الأستاذ ورفع المستوى وتغيير المدرسة الابتدائية. لذلك
ندائي وكلمتي الى كل استاذ في التعليم الابتدائي في الولايه تاعي، ولايه عين دفله ولا باقي الولايات، بارك الله فيكم، انت مطالب بالاضراب غدا الاثنين 17 فيفري والمشاركه في المسيره الوطنيه اللي راح تكون في جزائر العاصمه انطلاقا من ساحه الشهداء على الساعه 10 صباح. بارك الله فيكم، ما تخذلوناش، حطوا عقلكم في رصانكم، رانا نتكلموا على مطالب تمسنا جميعا، شاركونا بهذا اليوم غدا باش تكون نسبة الإضراب مرتفعة باش نحققوا نتيجة، الأمر راه بيدكم، حنا رانا نتكلموا ورانا نديروا اللي علينا، لسنا مسؤولين عن النتائج، حنا رانا نديروا علينا، لكن لو كان نتفاهموا كامل ونكونوا على كلمة واحدة، لو كان كنا من الأول على كلمة واحدة ونديروا كامل إضراب، ماشي تدخل الابتدائية ستة دايرين وعشرة يخدموا، هذا هو اللي خلانا متأخرين وخلينا ما درنا والو، لذلك غدا الاثنين 17 فيفري نريد تكون نسبة الإضراب مرتفعة، نريد كل المدارس الابتدائية مغلوقة، نريد 100% في كل مدرسة زائد المسيرة في الجزائر، راح نجيبوا نتيجة في أقرب وقت، بارك الله فيكم، خموا مليح، يوم واحد ما يأثر لا على التلميذ. واللي شد السنه الخامسه لا تتحجوا، يوم واحد ما راح يدير والو. نريد رفع نسبه الاضراب. ما يضر لا تلميذ لا استاذ لا مدرسه، نريد رفع نسبه الاضراب باش نجيبوا نتيجه في اقرب وقت. بارك الله فيكم، غدا الاثنين 17 فيفري نريد شل جميع المدارس، شل قطاع التربيه في الابتدائي زائد مسيره وطنيه في الجزائر باش نجيبوا نتيجه في اقرب شيء، وكما قلت مسيرتنا واضرابنا ليس من اجل الاشخاص وليس لاغراض سياسيه وليس لاي شيء، لا تتحججوا بحجج واهيه، بارك الله فيكم، عاونونا واعينوا اخوانكم، رانا اساتذه في نفس القطاع ورانا نخدموا كيما انتم، ما جيناش من جهه قطاع اخر ورانا نحوسوا على اشياء، مطالبنا هي مطالبكم، والاوضاع اللي رانا نعيشوها راكم تعيشوها انتم، لازم نتكاتفوا ولازم نديروا اليد في اليد، بارك الله فيكم، يوم واحد نريد رفع نسبه الاضراب غدا الاثنين، ما تخذلوناش، بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.